السلام عليكم. اليوم جبنا لكم واحد الدار في حي الأطلس في قنيطرة، دار صالحة للسكن وصالحة للكراء اللي بغى يستثمر. هنا قريبة لوزينة الكابلاج ولازون اللي بغى يصلح ويدير الكراء. هنا كنلقاو واحد البيسم دونك غادي نفصلها. هنا كاين كراج على برا، كاين هذا باب الدار هنا بوليسه بحال السيجور، كاين هذا البيت وكاين هذا الكوزينه اللي بغا يدير فيها بوليسه حتى هي. الا صلحتي هنايا تكري صاحب الكراج. هذه غارسونيير، هذه طواليت غارسونيير صراحه السكن مصف ليه هو هذا شفناه. هنا اللي بغا يدير شي سيجور شي بوليسه الى تصلحات الدار يدير شي تلفيزا هنا مثلا. هنا الضوايا، الدار فيها ار بلس دو وعندها السكن حتى في السطح. نزيدو نشوفو ليطاج الاول، هنا اللي بغا يكريه مثلا لتحت للسكنة، وهنا يكريه شي طبيب السنان ولا شي حاجة ولا سكنة نيت. لكن خزين كاين هاد الطواليت اللي بغا يدير فيها الدوش. هنا كنلقاو وسط الدار هادي كما قلنا اللي بغا يديرها شي حاجة تجارية مفصلة، اللي بغا يدير هنا صال داتونت مثلا ويدير هنا يقسمو على جوج ويخليها هكا كبير كابيني دار كتشوف الشارع. اللي بغا يسكن راه كيدير هنا مثلا يدير كوزينة هنا، ما غاديرش كوزينة يدير هنا ريسبسيون، هنا صال داتونت، وهنا مثلا يدير فين يخدم. دونك نشوفو ليطاج التاني، نشوفو ليطاج التاني. دونك هاد ليطاج كنلقاو هنايا واحد بحال الخزين، بحال يدير فيه مكينة الصابون ولا يدير فيه ليفون. هنا هاد ليطاج مفصل زوين صراحة، مفصل للسكنة 100%. المهم مع الدخلة كنلقاو هاد الطواليت مع الحمام ديالها، هاد السكنة 100%. هنا كاين هاد السيجور كيشدو، هنا كاينة كوزينة تكون هادي واجدة هادي السكنة، كاين هاد البلاكار شوفو واش كاين الضو كاين. دونك هنا بلاكار هادي كوزينة واجدة، هنا السيجور الضو معرفناش محالو قرار ولا محروقة، ونسجل هو هذا. كاين هذا البيت، عندو بلاكار كبير، وكاين البيت الثاني هو هذا. ومع الدار جات قنيطرة في حي الأطلس، حي الأطلس اللي بغا يستثمر ولا بغا يسكن ولا بغا يسكن ويستثمر راه صالح للإستثمار 100%. دونك شفنا كارسونيير في ليطاج الأول في السفلي، وشفنا ليطاج الأول اللي بغا يستثمر يكري شي حد شي طبيب ولا يكري شي سيارة تعليم ولا يكري شي حد اللي ميمحلوش فكرة. هادي راه السكن اللي بغا يسكن فيها الإنسان، هادي واجدة. غنشوفو السطح، هذا الخزين اللي شفنا وهذا هذا الدوزيام ايطاج اللي كنا فيه. هذا السطح، السطح
السطح حتى هو فيه سكنة. عندك هاد الدريجات الا بغيتي تطلع فوق السطح كاع هاك، كاين هاد الخزين هنايا باب السطح، راه هو هنا تلقى السكنة اللي بغا يخليها هكا يصلحها زعما ويخليها مفصلة هكا راه سكنة. عندك هاد الحمام، حمام زوين كبير. انا اللي بغا يدير كوزينة يعاود يقادها شوية، هي بلاصة الكوزينة هي هادي. غنشوفو السطح، السطح هو هذا، عاود السطح هنا اللي بغا يخليها هاكا يدير فيه كليسة، ولا اللي بغا يزيد فيه شي بيت خور يزيد فيه بيت خور، ولا يشوف كيفاش يفصلو. هنا كاين السطح الفوقاني اللي قلنا لك الدريجات هنايا، يعني دابا حنا في التروازيام ايطاج. المساحة ديال الدار هي 80 متر. اسمحوا لي نحط صور رجلنا على خلا. هاد حي الأطلس قريب للخبازات، قريب لجميع المرافق الضرورية.